يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع جماهير النادي الاهلي، تحياتي ليكم في بدايه حلقه النهارده. والحقيقه حابب ابدا النهارده ان انا ابارك للمصريين عوده المنتخب المصري من جديد. يعني مش هبالغ لو قلت انه عرض لم يكن منتظر ومستوى لم يكن متوقع. اللي يبص للمقدمات ما يتوقعش حقيقه الاداء والعرض القوي اللي قدمه منتخبنا امبارح في مواجهة ظروف صعبة وفي مواجهة منتخب قوي. أنا بعتقد أن مباراة امبارح مليانة مكاسب لروي فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر، للاعبتنا نفسهم اللي أعتقد استفادوا من تجربة احتكاك قوية جدا 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 قبل ما يروحوا للمشوار الرسمي في تصفيات كأس العالم، أو طبعا للحدث الأهم والأقرب والأكثر صعوبة على الأقل على المدى القصير وهو بطولة أمم أفريقيا. امبارح منتخبنا قدم مباراة بشخصية منتخب مصر، ودي النقطة اللي احنا كنا دايما مختلفين عليها، ودي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم دايما انه المنتخب في على اقل تقدير في مبارياته الاخيرة ما ظهرش بالروح او بالمستوى اللي احنا اتعودنا عليه. يمكن طرد محمد هاني صب في مصلحة المنتخب. انا بشوف طبعا مباراة كانت واضح جدا من بدايتها انها صعبة، واضح جدا انها مباراة رسمية ولكنها في إطار ودي، يعني مباراة نتيجتها مش مرتبطة ببطولة، لكن في النهاية تحس إنه مباراة فاينل كان، وهي مصر والجزائر طول عمرها يمكن واحد من أهم ديربيات أفريقيا. يعني بيقول دايما مصر والكاميرون أهم ديربي في أفريقيا، لا أنا بشوف مصر والجزائر أهم ديربيات أفريقيا، ويمكن ده اترجم في أول ربع ساعة من المباراة لغاية لما حصل طرد، أو أول ثلث ساعة في المباراة لغاية لما حصل طرد محمد هاني. هنا الأمور اتكهربت وهنا الأعصاب اتشدت وهنا الكل توقع سيناريو سيء للمباراة، لكن على العكس تمام حقيقة أنا بشوف إنه أفضل أداء قدمه المنتخب المصري في المباراة دي وهو ناقص لاعب، وهو ناقص بعد طرد محمد هاني روح، رجولة، انتشار، قوة، مهارة، ثقة، ودي نقطة مهمة جدا جدا. والدليل اللي احنا كنا بنتكلم عليه أعتقد أنه بان بشكل عملي لروي فيتوريا. منتخب مصر منتخب كبير، منتخب مصر حتى وإن كانت المباراة انتهت بالتعادل، بالمناسبة أنا بشوف أن التعادل بطعم الفوز، مش فرحان بالتعادل مع الجزائر بقد ما أنا فرحان بالعرض والمستوى اللي ظهر عليه منتخب مصر وهو بيلعب ناقص في مواجهة منتخب قوي جدا عنده الرغبة رهيبة في كل دقيقة وفي كل ثانية أنه يرجع في المباراة. منتخب ما يقبلش على نفسه انه يخسر من منتخب تاني مهما كان اسمه وهو ناقص لاعب. دي كانت حاله منتخب الجزائر امبارح، منتخب بالشراسه دي، بالرغبه دي، بالاراده دي، بالتصميم ده انك تقدر تصمد قدامه، بل وانك تكون الاكثر خطوره والافضل اداء على مدار 90 دقيقه كامله. لا، منتخب مصر كبير جدا جدا جدا، وده كان المطلوب اثباته مش لجمهور الكره في مصر، لروي فيتوريا نفسه. الشكل اللي ظهر عليه امبارح، التنظيم، الروح اللي بشوف دايما انها عامل التفوق عندنا كمصريين، الروح لما بتحضر في الملعب في ماتشات احنا اتقل بكتير جدا من الفرق اللي قدامنا، الفوارق بين السماء والارض، التاريخ، البطولات، الارقام، القيمه التسويقيه، قول زي ما انت عايز تقول، ورغم كده بتحس ان في اداء باهت، اداء موظفين. مش ده منتخب مصر، منتخب مصر هو اللي احنا شفناه امبارح وده اللي احنا عايزين نشوفه في اللي جاي، وده اللي مش هيقبل بيه، مش هيقبل باقل منه جمهور الكوره في مصر. يعني عودا حميدا لمنتخب مصر، مبروك العرض الرائع والقوي جدا في مباراه امبارح. الحقيقه الجمهور الحقيقه شابوه امبارح، سواء الجمهور المصري او الجمهور الجزائري، مشهد ما بنتعودش نشوفه بصراحه يعني غير في الامارات. يعني فكره ان الجمهور يبقى 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 مع بعضه، ما فيش تقسيم للمدرجات، فكره انه بصرف النظر عن حساسيه اللقاء وعن التاريخ الكبير بين البلدين الشقيقين، فكره ان الجمهور يبقى قاعد مع بعض ومستمتع. طب له رائع الحقيقه، طب له رائع، بيقول انه كل شيء ممكن اذا كان عندك القدره والاراده انك تفرض السيطره، كل شيء ممكن. شفنا طب له رائع من الجمهور المصري ومن الجمهور الجزائري امبارح، نتمنى نشوفه في كل ملاعبنا الحقيقه. على كل الاحوال عندنا كلام كتير عن طبعا عوده منتخب مصر وعوده لعيبه الاهلي
الدوليه اللي هتشارك النهارده في المران. هنخش في التفاصيل طبعا والاخبار، بس اسمحوا لنا قبل ما نبدا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. يمكن يعني تقدر تقول انه المستويات العاليه، المنتخبات القويه بتاخدنا وترفع مستوى التحدي عندنا. يعني انت لو بتبص ماتشات مصر الوديه اللي اتلعبت مع فيتوريا، اقوى منتخبين تقريبا انت قابلتهم هو منتخب بلجيكا قبل طبعا كاس العالم، ومنتخب الجزائر واحد من اقوى فرق في افريقيا، مفيش شك ومفيش كلام. ويمكن يكون على مستوى الاداء وعلى مستوى الروح وعلى مستوى الايقاع والشخصيه في الملعب، دول افضل مباراتين لعبهم المنتخب الوطني تحت قياده ري فيتوريا. فنتمنى الحقيقه انه ده درس مهم، يعني اتمنى ان احنا نستفيد منه. منتخب مصر بيظهر لما يحس ان في تحدي حقيقي قدامه، وبيستسهل لما يحس ان كل حاجه في المتناول، كل حاجه في الامكان، وانه الماتش سهل، بيلعبوا بنص حموله زي ما بيقولوا. لكن لما بيبقى في تحدي حقيقي وفي خصم قوي، ده بيستفز قدرات لاعبتنا اللي شفناه امبارح الحقيقه منهم وحوش في الملعب. تحياتي مره تانية لمنتخب مصر بالكامل. امبارح على فكره كان يوم حلو للكره المصريه كلها، مش بس منتخبنا الاول. يمكن ماتش مصر والجزائر سرق الاضواء شويه، لكن كمان منتخبنا الاولمبي شرفنا امبارح وقدم مباراه قويه جدا جدا مع واحد من اقوى المنتخبات الاسيويه. اتكلم على مواجهه منتخب مصر الاولمبي مع منتخب اوزباكستان في اوزباكستان في طشقند في العاصمه الاوزبكيه. امبارح المنتخب الاوزبكي تقدم على منتخب مصر نتيجه 1-0، مباراه طبعا على ملعبه في وسط جمهوره، ورغم كده لمنتدى مصريه بهدفين ولا اروع الحقيقه، تمكن منتخبنا الاولمبي من تحقيق فوز غالي جدا ومهم جدا على الاقل معنويا مع واحد من اقوى المنتخبات الاسيويه. فتحيه كمان لروجيرو ميكالي اللي عنده كلام كتير على برنامج الاعداد طبعا في مشوار منتخب مصر قبل ما نوصل للتحدي الاهم بالنسبه لنا على المستوى الاولمبي واولمبياد باريس. طيب قصه الاهلي طبعا عندنا 72 ساعه حاسمه، كل الاخبار كل المستجدات في الاهلي نيوز روم. التحرك في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات. واحد طبعا اطمنكم على وصول بعثه منتخب مصر بالسلامه، طياره المنتخب وصلت تقريبا هنا الساعة 5 بتوقيتنا في القاهرة، والنهاردة قرر مستر مارسيل كولر انه يأجل التمرينة شوية. يعني احنا طبعا انتم متعودين في السادسة تشوفوا تمرينة النادي الاهلي ونطمن طبعا على كل اخبار الفريق، لكن النهاردة عشان وصول المتأخر لبعثة منتخب مصر قرر مستر كولر انه يأجل التدريبة شوية بحيث انه يدي فرصة للعناصر الدولية اللي كانت بتشترك مع منتخب مصر انها تلحق التمرينة. النهاردة الشناوي وياسر وهاني والشحات، يعني كل لعيبه الاهلي كانت في منتخب موجوده، في الحمد لله كلهم ما فيش اي مشاكل ما فيش اي اصابات، هيلحقوا بمران الاهلي النهارده. ومعاهم كمان وده الجديد في الموضوع انه الحمد لله كريم نادفد، رامي ربيعه، صلاح محسن هيشاركوا كمان. هم دخلوا امبارح في التدريبات الجماعيه وموجودين النهارده مع الفريق، فاذا الحمد لله الحمد لله ما فيش حد او ما فيش غيابات مؤثرة بشكل كبير. طبعا السلية يمكن لسه موقفه مش واضح، لكن فيما عدا ذلك شفنا ديانج امبارح في التمرينة، طبعا دي لقطات من تمرينة امبارح، شفنا ديانج وشفنا بيرسي تاو. لعيبة الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كلهم موجودين، هينضم ليهم الدوليين النهاردة مع اكتمال الصفوف بعودة صلاح محسن، كريم نادفد، و احنا قلنا صلاح وكريم ومين الاسم الثالث اللي دخل في التمرينات امبارح؟ صلاح محسن وكريم نادفد ورامي ربيعه. ورامي ربيعه دي الاسماء اللي خلصت البرنامج التاهيلي وبدات تدخل في التدريبات الجماعيه الفريق. فان شاء الله الدنيا من حيث العدد او من حيث السكواد، حيث العناصر الفريق الحمد لله في شبه اكتمال. طيب المشكله هنا في الوقت، الفريق النهارده هيتمرن تمرينه واحده بالليل، بكره الصبح ده برنامج الفريق او تحضيرات الفريق بقى الماتش سيمبا ان شاء الله يوم الجمعه، مباراه مهمه جدا وصعبه جدا 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 حيث الظروف والتوقيت، من حيث ملعب المباراة، من حيث المنافس، من حيث بداية المشوار. فهو تحدي حقيقي قدام فرقتنا، بس إن شاء الله مطمنين وواثقين. الفريق بكرة هيكون عنده مران صباحي، وبعد كده هيتناولوا وجبة الغداء، وبعد الوجبة وبعد تناول وجبة الغداء هيستقلوا الطائرة في طريقهم لتنزانيا. بعد وصولهم طبعا هيكون في فرصة وحيدة أو ويندو وحيدة
للمران الرئيسي والوحيد اللي هيجري النادي الاهلي في تنزانيا يوم الخميس قبل مواجهه سيمبا ان شاء الله في المباراه المقرر ليها يوم الجمعه بالدوري الافريقي. انا حاولت الحقيقه اعرف يعني توقيت المباراه، لغايه دلوقتي مش قادر يعني مش قادر اعرف، يا ريت حتى زمايلي في الكنترول يحاولوا يشوفوا لنا موعد المباراه، لانه اللي انا عارفه انه الاتحاد الافريقي كان خد قرار قبل كده، واعتقد القرار ده ينطبق بشكل كبير جدا على بطوله الافريكان ليج او على بطوله الدوري الافريقي، انه ما فيش مباريات هتتلعب نهارا، يعني حتى الملاعب اللي ما فيهاش منظومه اضاءه، يعني الملاعب اللي مش ممكن تستضيف مباريات ليلا هيتم استبعادها من استضافه مباريات البطوله. وشفنا على فكره، بس دي ملهاش علاقه بالملعب، شفنا ازمه مازيمبي والترجي، كان مفترض انه الترجي هيلعب مع مازيمبي في نفس البطوله دي تاني يوم على طول برضو في الجوله الافتتاحيه بالنسبه لهم هم في الكونغو، لكن حصلت مشكله تاشيرات ومشكله يعني فيز والى اخره، فالاتحاد الافريقي قرر انه ينقل المباراه من ملعب مازيمبي لملعب سيمبا التنزاني، فبالتالي بعد استضافه الملعب لمباراه الاهلي وسيمبا هيتلعب عليها مباراه تانية وهي مباراه الترجي ومازيمبي. طيب خليني اقول لحضراتكم انه المعلومه اللي عندنا لغايه اللحظه دي انه المباراه دي هتتلعب الساعه 6 مساء بتوقيتنا هنا في القاهره، واللي اعتقد انه ما بيفرقش كتير عن التوقيت في تنزانيا، ممكن يكون في نفس التوقيت ان لم يكن ساعه قبل، يعني لو ما كانتش الساعه 6 برضو بتوقيتنا في القاهره ممكن تبقى الساعه 5 بتوقيتنا في القاهره، هنعرف فرق التوقيت وهبلغ حضراتكم بالتحديد. ده بالنسبه للفريق. النهارده بالليل كابتن خالد بيبو مدير الكوره في النادي الاهلي وكابتن سمير عدلي هيسافروا او هيسبقوا البعثه لتنزانيا عشان يعني يشتغلوا على تحضيرات استقبال الفريق، ملاعب التدريب، فنادق الاقامه، كل الامور المتعلقه بانتقالات واجراءات وصول البعثه وملاعب حجز ملاعب التدريب كلها يعني هيشتغل عليها كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي ابتداء من النهارده ان شاء الله، نتمنى لهم سلامة الوصول. طيب خليني اخد حضراتكم، انا قلت لكم طبعا بعثه المنتخب وصلت خلاص النهارده، يمكن كل بعثه منتخب هتيجي هتعود مره ثانيه القاهره، باستثناء صلاح طبعا هيسافر من الامارات على انجلترا على طول. صلاح قدم مباراه كبيره، واعتقد انه ذهنه كان مشتت شويه، وانا الحقيقه هنا عايز اقول كلمتين على صلاح، يعني بعد حمله شرسه نمره واحد، طبعا يعني طبعا كل واحد ليه مطلق الحريه في انه يعبر عن وجهه نظره زي ما هو عايز، يدعم اي قضيه، يقول وجهه نظر في اي قضيه او اي موضوع ما دام الراي العام مهتم بيه عن طريق السوشيال ميديا، لكن من الوارد جدا جدا انه 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 في ناس كتير بتعمل حاجات مش بالضروره انها تعلن عنها، وفي امور الخير حتى البسيطه مش مطالب، يعني مش مطالب من كل حد بيعمل حاجه انه يعلن عنها، ده شيء طبيعي جدا، وبالعكس يمكن تكون يعني ربنا يكتب لك حسنات اكتر لما تعمل حاجه كويسه بدون ما تعلن للجميع انت بتعمل ايه. في اوقات كتيره جدا من حقك تعبر عن الدعم، لكن مش من حقك ابدا انك تصادر على حق الاخرين في كيفيه او ايه هي وسائل اللي يدعموا بيها. انا بشوف انه الحمله اللي كانت على صلاح كانت ظالمه جدا، وبصرف النظر عن موضوعها، انا ما بتكلمش هنا في الموضوع، انا بتكلم على فكره استهداف نجم كره مصريه زي محمد صلاح، وما اعتقدش انه التحول يجب ان يكون دايما ب 180 درجه، بلاش نبقى متطرفين في مشاعرنا واحاسيسنا، ما ينفعش النجم اللي احنا كلنا بنحبه وكلنا فرحانين بنجاحه وبنقول دايما صلاح مشرفنا ونفسنا يبقى عندنا 100 مليون صلاح مش صلاح واحد، نقلب عليه في يوم وليله واحنا ما عندناش رؤيه كامله او درايه كامله بخبايا الامور. فالحقيقه بشوف انه ده يمكن كان مأثر على صلاح شويه امبارح في مباراه الجزائر، نتمنى لصلاح كل التوفيق ان شاء الله. تريزيجيه الحقيقه مكسب كبير جدا، المعسكر ده واحد من اهم، انا بشوف اتنين من اهم المكاسب في المعسكر ده، حمدي فتحي وتريزيجيه، والاتنين نجوم كبار من قبل المعسكر ده، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن انا بشوف ان هم تقدر تقول ان هم من الاسماء اللي اصبح الرهان عليهم ضروره حتميه بالنسبه لروي فيتوريا، يعني الاثنين دول اعتقد ان هم حجزوا في فكر فيتوريا، سيبك من التشكيل والمباريات وظروفها، محدش عارف من هنا ل يناير ممكن ايه اللي يحصل، لكن انا بشوف الحقيقه ان المعسكر ده
اثبت انه الاثنين دول كل واحد في مركزه لا بديل ولا غنى عنه، ما ينفعش تفكر في حد تاني. حمدي فتحي عامل ادوار هجوميه رائعه وبيستمر الحقيقه في تطوير مستواه في النواحي الهجوميه. فكرتي انا شخصيا عن حمدي انه قدراته الدفاعيه اكبر بكتير من قدراته الهجوميه، وده حقيقي. حمدي لاعب ارتكاز نموذجي، ولو طلبت منه يقوم بكل الادوار الدفاعيه اللي ممكن يقوم بيها اي لاعب ارتكاز في اي خط نص هيقدر يقوم بيها بمنتهى الكفاءه. لكن تطلب منه انه يكون ليه ادوار هجوميه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن اللي عمله حمدي مع الاهلي في الفتره اللي كان موجود فيها طبعا قبل ما يروح الوكر، واللي بيرجع يكرره مره ثانيه مع منتخب مصر، بيقول ان اللعيب ده الحقيقه عنده منتاليتي وعنده رغبه في تطوير مستواه. هدفين منتخب مصر في ماتش زامبيا وماتش الجزائر، حمدي فتحي، تكمله حمدي فتحي الهجوميه اللي كان بيعملها مع النادي الاهلي، كوبي بيست، نسخه طبق الاصل من اللي حصل مع منتخب مصر. وتريزيجيه الحقيقه احنا عارفين طبعا من البدايات انه تريزيجيه لاعب من عيار يعني تقيل يعني، لكن كان الحقيقه فكره توالي الاصابات وابتعاده عن المشاركه اصابه ثم اصابه، انه يرجع لمستواه مره ثانيه بالمستوى اللي ظهر بيه مع المنتخب، اعتقد انه واحد من اهم مكاسب المعسكر. النهارده اللي عايز يتفرج على ماتشات، بما ان احنا في فتره توقف واجنده دوليه، النهارده انا ارشح لحضرتك ماتش واحد. في ماتشات كتير في تصفيات يورو: فنلندا كازاخستان، صربيا مونتينيجرو، ليتوانيا المجر، ايرلندا الشماليه سلوفينيا، سان مارينو الدنمارك، ومالطا واوكرانيا. سيبك من كل ده، اتفرج على ضمانتي على انجلترا وايطاليا، مباراه يعني نسخه مكرره من نهائي اليورو الاخير، واعتقد انها هتكون مباراه من العيار الثقيل بين اتنين من اتقل المنتخبات اللي موجودين في اوروبا. لو انجلترا كسبت النهارده تتاهل مباشره لليورو، لو ايطاليا كسبت او في تعادل يبقى هيتاجل الحسم لحسابات اخرى. طيب عايز اتكلم مع حضراتكم شويه على الاهلي وسيمبا. النهارده طبعا عندنا حكايه ماتش، وهنسترجع مع حضراتكم واحده من اهم واغلى بطولات النادي الاهلي مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي، بس اسمحوا لنا فاصل ونرجع لحضراتكم. القصة بتحصل سنة 93، وكان الأهلي قدامه تحدي كبير وهو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد مرات الفوز ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس. كتيبة من الأهلي مدججة بالنجوم بقيادة ألان هارس في التوقيت ده كانت على ميعاد مع مواجهة من العيار الثقيل في لقائي النهائي الأهلي أفريكا سبور ذهابا في كوت ديفوار، والعودة كانت في مصر. وكان للأهلي الحقيقة شرف تحقيق الكاس الرابعة في تاريخه وتحقيق رقم قياسي من أبطال الملحمة. بيشرفنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي عشان نتعرف معاه على حكاية ماتش. الحديدي، عمرو الحديدي، بيشرفنا النهارده في سادسه. مساء الخير كابتن عمرو. مساء النور يا استاذ احمد. اخبار الذاكره ايه؟ كويس. احنا ما رحناش بعيد قوي ولا ايه؟ لا لسه شويه. ده احنا السنه دي بنحتفل بالعقد الثاني، صح؟ العقد الثاني؟ لا الثالث كمان. الثالث. هنكبرك شويه يا كابتن عمرو. مش مشكله، مش مشكله. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ تمام الحمد لله. فاكر القصه من اولها؟ اه طبعا. الذكريات بتاعت افريقيا دي بتهيألي لا تنسى من ذاكره اللاعبين. في حاجات لا تنسى وفي حاجات انت عمرك ما هتشيلها من دماغك وهتخلدها قدامك للتاريخ، ان هي موقف معين. أي. بالصفه الخاصه لعمرو الحديدي. احنا هنريفرش الذاكره عندك كده، تعال نشوف التقرير ده ونرجع نفتح بقى في الحكايات والاسرار والكواليس اللي يمكن ناس كتير ما تكونش تعرف عنها. يلا بينا. يلا بينا. اللي شافها واللي ما شافهاش هنعيش معاكم احداثها بكل تفاصيلها، سواء مواجهه الذهاب اللي كانت في كوت ديفوار وانتهت افريكا سبور. بالمناسبه في التوقيت ده كان واحد من عتاوله القاره، يعني افريكا سبور كان فريق كبير جدا في قاره افريقيا في التوقيت ده، وكان دايما موجود في النهائيات. مباراه الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجه 1-1، ومباراه سجل هدف النادي الاهلي في المباراه دي كابتن محمد عبد الجليل جلجل، ومباراه العوده انتهت بفوز الاهلي بنتيجه 1-0 وسجل الاهلي في المباراه دي كابتن عادل عبد الرحمن. وما بين المباراتين في قصص وحكايات وتفاصيل. ده جون كابتن عبد الجليل في هناك في ابيجان، صح؟ اه في مرمى افريكا سبور. ده مباراه او هدف الاهلي في خارج ارضه، وانتهت المباراه بنتيجه التعادل 1-1.
اما قصه مباراه هنا هنعيشكم في لحظات واجزاء منها كده، بس قبل ما نخش في ال 90 دقيقه انا متاكد مباراه زي دي وحدث زي ده كان ليه تحضيرات وكان ليه كلام كتير جدا اتقال مع طبعا مع سكواد الاهلي كله. بنتكلم على نجوم كبيره زي كابتن شوبير، كابتن ابراهيم حسن، كابتن حسام حسن، كابتن محمد يوسف، كابتن اعتقد هادي خشبه، كابتن عمرو حديدي، كابتن اسامه عرابي وغيرهم. طبعا هنشوف السكواد كله وهنختبر ذاكره كابتن حديدي معانا دلوقتي في قصه السكواد. خليني بس ابدا معاك، انت السيزون ده كان اول سيزون ليك مع الاهلي، والمباراه بتاعت النهائي تحديدا اول مشاركه افريقيه لكابتن عمرو حديد. صح، انا لسه اقول لك بصفه شخصيه هقول لك السبب. هي كان اول مباراه ليا مع النادي الاهلي، او مباراه العب مع النادي الاهلي بعد انتقالي من المحله للاهلي، كان مباراه كاس مصر والاهلي كسب المحله 3-2. بعدها ب 20 يوم لعبت مع الاهلي ضد المحله وتعادلنا في المحله 0-0. ده كان اول مباراه ليا محليا. تمام، قعدنا فترة طويلة الخواجة مصمم على انه يلعب بطريقة الخواجة اللي هو ألان هاريس، ده الانجليزي اعتقد يعني اللي انا شفته او عاصرته الانجليزي الوحيد اللي مسك الاهلي. بالظبط، مفيش انجليزي تاني جه بعد كده. هو كان في الوقت دوت ليه وجهة نظر ان هو مش بيحب يلعب بغير بطريقة 4-4-2، فكان مصمم في الحته دي ان كان زمان الطبيعي في ثلاثه ورا، في ليبرو ومعاه اثنين قدام منه مساكين. بالظبط كده. دي احد افكار مستر فايتسا اللي جه وطور الكره المصريه ب 3-5-2 يعني. فعادي احنا كنا 3-5-2 كانت طفره. طبعا، ما هو كان هو ساعتها هو اللي كان حقق دي يعني. ففي الوقت دوت واحنا شغالين الراجل مستقر على كابتن جمال السيد، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن ابراهيم حسن، كابتن محمد يوسف، وطبعا الكابتن شوبير. فخلاص ما حدش فينا هيتناقش بقى مين هيلعب ومين مش هيلعب. قبل الماتش بالظبط وسافرنا صفر المجموعه بالكامل. قبل الماتش الذهاب، قبل الماتش الذهاب اما نسافر ما قالش اي حاجه. معلش، انت قبل ده ما لعبتش افريقيا؟ هقول لك على حاجه، ما لعبتش افريقيا يعني خالص. ما 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 فانت بدايه بسم الله الرحمن الرحيم في افريقيا مع الاهلي راح تلعب نهائي بطوله. بص يا استاذ احمد هقول لك على حاجه دي يعني من الكواليس بقى جوه اوضه اللبس. ألان هاريس، أنا عايز أوضة اللبس. ألان هاريس كان بيكتب ورقة بيكلم فيها الكابتن شطة وكابتن شعب شافي طبعا وكابتن إكرامي، يحط المجموعة اللي مسافرة أو المجموعة اللي هتلعب بالكامل مبهمة مش مستقرة على إيه يعني، وتتبلغ يعني لسعيد. يعني بيحط لستة بالأسماء اللي هتلعب. بالظبط كده، اللي هتلعب. لا 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 لا، يحط كشف 22 أو 23 يسافروا ياخدهم سعيد يعلقهم في البلان في البورد الخشب، وإحنا نبقى موجودين. كل واحد بقى بيقرا اسمه موجود او مش موجود. مش موجود زي بتاع نتيجه امتحانات اخر السنه كده. انا ما كنتش بروح اقرا الورقه دي خالص نهائي. انت عارف ان اسمك مش موجود فيها. انا على مدار الدوري 16 ماتش مش بيلعبني وهو قاعد معايا. خلاص بطلت تروح تبص. خلاص بقى انا قاعد، انا بخلص تمريني وباخد بعدي وبمشي. الراجل قبليها تخيل بقى، قبليها بشهر ونص قبل مباراه النهائي قعد معايا واتكلم معايا وطريقه لعبك وتطورك في الاداء، انا مطلوب مني حاجات معينه، انا كنت لو موجود كان ليا تحفظات في شراء اللعيبه او الوافدين اللي جايين من الخارج للنادي الاهلي. خلاص كان الكابتن طارق سليم قاعد، ما بنتناقش وما بناخدش ونتشاور ما بيننا، الكلام مش رايح جاي، خلاص براحتك. خلاص كل ده كلام ألان هاريس ليا ليك. خلاص خدنا بعضنا و سافرنا. فانت في وقت انت بتسافر حاجه من الاثنين، بتسافر وانت مركز للعب. كان ربنا يديله الصحه الدكتور علاء شاكر قال لي ركز هتجيلك في اي وقت ولو جت الفرصه مع الاجانب لو ما مسكتش فيها هيشيلك من حساباته خالص، مش هتجيلك. قلت له خلاص ماشي. اول ما سافرنا واحنا بنتمرن، احنا وصلنا قبل الماتش بثلاث ايام. لا بس احكي لي قبل ما يعني احساسك ايه والكلام اللي بينكم. احنا بنتكلم على جيل، لو تجيبوا لنا صوره سكواد الاهلي في النهائي البطوله دي، احنا بنتكلم على جيل برضو جيل كبير جدا يعني. الاسماء لك كلها هقولهم لك بالترتيب. طب عد لي كده قبل ما الصوره تطلع. كابتن شوبير، كابتن ابراهيم حسن، كابتن شوبير، كابتن ابراهيم حسن، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن جمال السيد، الحديدي، ابو الذهب، ايوب شرف، محمد يوسف، ياسر ريان، هادي خشبه، عادل عبد الرحمن، اسامه عرابي، احمد فهم الله يرحمه، كابتن حسام، كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي، كابتن عمرو انور، كابتن عبد الجليل، مفيش حد ناقص، ما هقولكش حد، مفيش حد. اللي جه بعدينا بشويه جه كمونه ونخله. ايوه
بص كده بالترتيب من الحراس اللي كانت موجودين مصطفى كمال، تبان سوتو، الله يرحمه احمد اكرامي كان بيتصعد معانا، بيطلع معانا ابراهيم سعيد وبيطلع معانا بس تبان سوتو جه الاهلي بعد البطوله دي بالظبط. كان بس كان احنا متنوه عنه، قابلنا فريق ارسنال بطل لسوتو اعتقد في الدور التمهيدي، كان هو محطوط النظر عليه ان هو بالبلدي الجرايد كتبت ساعتها تبان سوتو يلعب الاهلي، حارس لسوتو يلعب النادي الاهلي، بتاع الاهلي ده كان السبب انه يجي بالظبط طبعا. فخلاص بقى احنا بنتكلم والراجل الصفقات اللي جت واللعيبه اللي دعمت بيها النادي الاهلي دعم فيها في موسم 93، مفروض ان المدير الفني اللي موجود بيديك تصور او بيديك احساس انك انت موجود هتلعب، اديني ضوء اخضر ان انا ابقى موجود ومركز و و و ما فيش الكلام ده خالص. الفكره كلها ده تشكيل الاهلي ساعتها في مباراه العوده، لانه الاهلي هناك في في في, في ابيجان كان لابس الزيت. لا انا اسف كمان، وفي وليد صلاح الدين واحمد عبد الفتاح ما اقدرش انسى. لا هقول لك على حاجه برضو من الكواليس، الفرقه اللي لعبت هناك هي اللي لعبت هنا، والراجل قال لك انا مش هغير وما فيش محاضره عندي، وقال لك مش هغير وما فيش محاضره عندي. احنا رجعنا من المطار على المعسكر، كان المسافه قريبه ما بين الماتش والماتش، قال لك هو نفس التشكيل ومش هغير اي حاجه في اللي انا قلته هناك. هو نفس التشكيل ومش هغير حاجه هناك. هنا من على اليمين اهو كابتن جمال السيد، كابتن حسام من فوق، من فوق خالص السيد. كابتن جمال السيد، كابتن حسام، كابتن شوبير، كابتن عادل عبد الرحمن، كنت بتعرف كابتن يوسف. حسام من كابتن ابراهيم طبعا. الحديدي، كابتن ابراهيم حسن، كابتن علي عبد الصادق، ياسر ريان، اسامه عرابي، كابتن اسامه طبعا، والكابتن محمد عبد الجليل. ايوه نجوم كبار طبعا طبعا. وده نفس التشكيل اللي لعب مباراه هو كانت مفاجاه بالنسبه لك انه يختارك في مباراه ال انا ما لحقتش الراجل بيقوله المحاضره، لقيناه بيقول انا هغير طريقه اللعب ل 3 5 2 او 3 5 1 1 عبد الجليل يجي من ظهرك من تحت الكابتن حسام حسن. فاحنا قلنا ماشي، ما مش غريبه يعني، متعودين، ما مش غريب على لعب الكابتن علاء ده قبل ماتش هناك. ومش غريب على ان انا حتى في التمرين مش غريب ان انا العب جنب جمال السيد. في الوقت دوت الراجل وهو بيشرح كابتن علاء قعد معايا قبلها بيوم، لا يومين بالظبط، قال لي كابتن علاء عبد الصادق، كابتن علاء عبد الصادق كل حاجه بنتفرج عليها في التلفزيون عندهم في ابيجان، ماتش الاهلي اللي خسره هناك 3، كل يوم بيعيدوه لمده ربع ساعه، كل يوم بيعيدوه ان الاهلي خسر، الاهلي خسر، واحنا بنتفرج في التلفزيون الاهلي خسر، الاهلي خسر. انت بتتكلم على التلفزيون في كوت ديفوار؟ في كوت ديفوار. الماتشات بتعيد بيعيد القنوات بتاعه ماتش الاهلي وافريكا سبور قبل كده، الافريكا سبور كسب الاهلي هناك 3 بالظبط كده، ويعيدوا ويعيدوا ويعيدوا. احنا بقى لغايه يوم الماتش كابتن علاء داخل قعد معايا قال لي بص مالكش دعوه باي حاجه غير السنه اللي قبلها كان فاينل برضو، كان فاينل كسبنا هنا 2-0 وخسرنا هناك 3 او كان سيمي فاينل هنا في مصر 2-0 هناك 2-0 هم كسبوا هناك 3، بس يعني كان في مجزره تحكيميه في المباراه. انت لازم بقى تعرف ان هم تملي بيشوفوا الماتش الاول فين الاول، الماتش اللي هيتلعب ما بيننا وما بينهم فين الاول، هنا الاول عادي، هناك بيعمل حاجات تجنن، سحر ومشاكل ووجع دماغ. اما لو هناك الاول يتحفظ عشان هيبقى النهائي في القاهره، فده اللي حصل. السنه دي لعبنا الاول هناك في كوت ديفوار، وبعد كده الثاني هنا في ملعبنا. فكابتن علاء قال لي بص هم عندهم اجاده العاب الهوا، عندهم لعيب اخو يوسف فوفانا ناحيه الشمال كان بيلعب جهه الكابتن ابراهيم حسن، مش اقل من 2 متر. لو شفته حتى في الصوره وهو واقف في السلام الجمهوري يعني طويل غير طبيعي. وفرود يعني هقول لحضرتك حاجه زي ما الكتاب قال. لا 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 ده اللي هو اللي كتب الكتاب. كتب كتاب وكتب كل حاجه تخص ابيجان. بص جسم كوارشي على كابتن محمد عباس، على قوه فلافيو، على سرعه ايفونا، اسمه احمد وطاره، تكوينه الجسماني ودايره رقبته ده اللي انت هتلعب عليه. انا هلعب عليه في ماتش قبل ما نسخن. لا احكي لي بس قبل الماتش، انت خدتني على الماتش على طول، انا عايز اعرف اجواء الرحله. انتوا سافرتوا رحتوا خلاص كوت ديفوار وبتستعدوا هناك للمعسكر، المقابله كانت كويسه عكس اللي اتقال لينا من اللي كان موجود من الموسم اللي قبله. ان المقابله كانت صعبه، ان المباراه هتبقى النهائيه هناك. هنا لكن لا بينكم وبين بعض انتوا اللعيبه بتتكلموا، كباتن الفريق بيتكلموا في ايه،
مين مين البيج بوس في الليله؟ كابتن حسام، كابتن ابراهيم، لا كابتن بص شوبير. الكلام احنا قاعدين في انت غرفه، بالنسبه لك كمان سنه اولى افريقيا وماتش بطوله اولى كوره كمان، اولى كوره ده النادي الاهلي، انت أيوه. بتقدم اوراق اعتمادك للنادي الاهلي، أيوه. جمهور فاكيد خدت ومجلس نصايح اداره من وكل حاجه. كل الناس يعني. بص يمكن يعني ممكن زعلتش مني، ممكن اقول انه حتى الكباتن الكبار في الفريق ممكن يبقوا خايفين عليك وخايفين منك، يعني فاهم قصدي؟ خايفين عليا ان انا اغلط، وخايفين بالظبط. مني ان انا اكون مش اول قد مره بتلعب اول مره اكون بادي ماتش كبير. بالظبط. يمكن اتكلم معايا جمال شويه، كابتن جمال السيد. عشان جمال كان قريب مني جدا. النصايح الفرديه كانت بيني وبين الكابتن ابراهيم حسن، عشان انا كنت هو انا وهو بنقعد في واحده. غرفه واحده، كان بيكلمني باستمرار ما تقلقش وما تخافش انا في ظهرك، واعمل ما تقلقش لو لعبت الكلام ده. برضو زي ما انت بتقول هو خايف عليا، وفي نفس الوقت بيوجهني اشتغل ازاي. ايوه كابتن علاء عبد الصادق طبعا، الهدوء والوقار يعني النصايح المفيده، اعمل كذا وخلي بالك اعمل كذا. كابتن شوبير بقى، احنا تملي بيحصل اجتماع ما بين حارس المرمى وخط الظهر، يشرح بقى خلي بالكم اعملوا كذا والتغطيه، بتذاكروا بنذاكر مع بعض يعني. البرنامج. او هم عندهم كلهم لعبوا، انا الوحيد اللي غريب عن اللعب، انا وجمال. انا وجمال في الوقت ده اول ناس لعبت، يوسف لعب، وكابتن حسن لعب، وكابتن علاء عبد الصادق لعب، وكابتن شوبير طبعا لعب. برضو انت غريبه بالنسبه لك ان الديفندر اللي قدامك على مدار الماتشات كلها هادي خشبه، المره دي الديفندر اللي قدامك عادل، عادل عبد الرحمن. فانت لازم تبقى عارف ان عادل هيعمل دور اللي كان هادي بيعمله مع التطور اللي عند عادل، اللي هو الزيادات والتسديدات. عادل سريع جدا، فالحاجات دي تفرق كتير معاه. كنتوا بتقعدوا فين مع بعض انتوا اللعيبه؟ يعني لما بتحبوا تتجمعوا بره التمرين وبره محاضرات ألان هاريس؟ 90% ممكن تبقى في اوضه الكابتن شوبير لو احنا مجموعه صغيره كخط الظهر وحارس المرمى، لو قاعده كبيره بنقعد في الاوضه بتاعت المحاضرات هي او فما بين الغرف في قعده لوحدنا ما حدش بيخش علينا. احساسك ايه وانت رايح تلعب بطوله نهائي بطوله افريقيا مع الاهلي؟ احساس اللعيبه ايه كمان يعني؟ لا 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 مميت احساس، وانت تركب الطياره وانت رايح تلعب على افريقيا ورايح تحقق حاجه النادي الاهلي عايز يستردها تاني، لا مليون حاجه. انت بتقدم اول حاجه بصفه شخصيه اوراق اعتمادك للنادي الاهلي اللي وثق في الشراء ليك، في نفس الوقت عايز تقول لألان هاريس انا صفقه ناجحه، انا مش صفقه عاديه او صفقه فاشله باللغه العاميه بتاعت الكوره. عايز اقول للعيبه انا كويس، انا جاي من عن اقتدار كابتن انور سلامه لما رشحني وطلبني هو كابتن صلاح حسني وكابتن رمضان السيد، انا موجود، انا هعرف ابقى اكون سد منيع لخط ظهر النادي الاهلي. حاجات كتير بتدور، وفي نفس الوقت اول مره تطلع منصه التتويج. هتطلع منصه التتويج، الماتش الاولاني هناك كفصل اول والفصل الثاني هنا استاد القاهره. لما رحت الملعب يوم الماتش احساسك كان ايه؟ افريقيا انا بتهيألي برضو يعني في غانا اشانتي في الوقت ده، اشانتي كوتوكو او اشانتي كوتوكو يمكن. أيوة تمانينات اكتر. كوتوكو ما هي كمان كان كوتوكو بيلعب الزمالك وهو افريكا سبور بيلعب الاهلي في الوقت ده، وافريكا سبور في كوت ديفوار. ملاعب صعبه قوي على اي فريق كوره وعلى اي لاعب كوره. انت بص يا استاذ احمد، دخلت الملعب مباركه الصبح يعني بالنهار. بالنهار كابتن ابراهيم قال لي شد نفسك ما تقلقش خليك كده وانزل، بشد نفسك وبرق وانزل سخن. قلت له ماشي. انا نازل اسخن اول مره اشوف الاجواء دي، رغم ان انا كنت منتخب اولمبي بس ما سافرتش في الاجواء دي. الملعب كله احمر، هم افريكا سبور هو لبسهم احمر، احمر. واحنا كنا من اول خطوه طلبنا ان احنا نلعب بنفس لوننا. ايوه المفروض الضيف هو اللي هيغير. مظبوط. فهو حتى لابس شرطه احمر والفالنه مختلفه. من فوق هو لبس احمر هنا واحنا لبسنا اخضر في ملعبنا. بالظبط كده. بالظبط كده. فيعني سخنا احنا بنسخن، انا تملي وانا بسخن ببص حواليا. بس في حاجات لو كان في جمهور مصري ولا لا مش عارف. ما شفتش. انا شفت حاجات حمراء وبس. الاهم انك انت وانت بتسخن لو حاجات هتخرجني بره التركيز هبعد نظري عنها، لو حاجات عاديه وهتديني دفعه. انت عارف بقى كابتن على شاكر، دكتور علاء شاكر بيشاور لنا وننزل نسخن حر الاول، وبعد كده تحط رجلك في الملعب كله، تدوس في الملعب بالكامل، وبعدين تجي على جنب تبتدي تعمل الحاجات المهمه اللي فيها اخر نهايتها سرعات. احنا ما لحقناش، لقينا حيوان صغير كده بيجري حوالين الملعب، هو يقع وهو الملعب كله يهيص. حيوان ايه نوع الحيوان؟ مش عارف. حاجه صغيره كده بس مقلبظه وفعلا يجري ويقع. فاحنا عايزين نعرف احنا سمعنا واحنا بنسخن ان لما يقع ادى احساس للجماهير ان في هدف.
ان الوقعه دي في هدف في مرمى النادي الاهلي. شويه كده جديد السنه اللي وصلت يعني. شويه كده. طب خد الو عشان واحد من كباتن الفريق معانا على التليفون، نجم كبير طبعا، نجوم اهلي ومنتخب مصر. قول الو يا كابتن. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كابتن عمرو، ازي صحتك؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ على طول كده. طبعا. تمام. ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن اسامه؟ الله، اهلا بيك يا استاذ احمد. ازي حضرتك؟ واهلا وسهلا بعمرو والساده المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن اسامه. طبعا انت مشوار طويل مع البطولات، يمكن كان بنتكلم على ابطال كؤوس افريقيا سنه 93، كانت سنه اولى بطولات لكابتن عمرو مع الاهلي في افريقيا، بس انت ما شاء الله المشوار طويل وحافل. الحمد لله، يعني هي دي البطوله 93، دي كانت الرابعه لابطال الكؤوس معانا. مظبوط مظبوط. لانه احنا خدناها 84 85 86 واحتفظنا بها للابد. أيوه. كان كاس خدناه 3 سنين ورا بعض، وبعدين خدنا 93 اللي هو عمرو الحديدي كانت اول بطوله افريقيه ليه. وطبعا 82 النادي الاهلي كان واخد بطوله ابطال الدوري. ايوه. فدي كانت رابع بطوله ابطال الكؤوس، طبعا من البطولات القويه جدا. فرقه افريكا سبورت كانت من افضل الفرق في قاره افريقيا، يمكن هو الغرب شويه بعدوا شويه عن البطولات لان معظمهم بقى محترفين في الخارج، يعني سواء بتوع ساحل العاج او غانا او نيجيريا. اصعب ماتشات البطوله دي من وجهه نظرك كابتن اسامه؟ والله هي البطوله كلها كانت صعبه، يعني يعني احنا قبليها كنا بنلاعب اعتقد في قبل النهائي كان كانيمي ووريرز النيجيري. ليه؟ كانيمي ووريرز النيجيري ده قبل النهائي، وقبله المريخ السوداني. ايوه. الماتشات كلها كانت صعبه، طبعا الفرق دي كانت قويه في الفتره دي جدا في القاره الافريقيه. المريخ طبعا برضو كان من احسن الفرق الافريقيه، يعني هي ماتشات كتيره كانت مهمه وقويه، لكن طبعا كان اصعبهم هو المباراه النهائيه مع افريكا سبورت. سواء في ساحل العاج تعادلنا 1-1، اعتقد كان محمد عبد الكريم هو اللي جاب الجون تقريبا. مظبوط. تعادلنا هناك 1-1 وعملنا ماتش كبير قوي. يمكن مستر الان هاريس كان بيلعب براسين حربه، لكن في الماتش ده فضل يلعب بواحد وتحتيه عبد الكريم. واعتقد انا وياسر وهادي الاهلي كنا في نص الملعب. وطبعا ورا عمرو ايه اللي ما تنساهوش يا كابتن اسامه في الماتش ده تحديدا، مباراه الذهاب اولا، ايه اللقطه اللي ما تتنسيش سواء في الكواليس؟ حاجات كتيره. انت عارف موضوع هم بيؤمنوا قوي بالسحر يعني الاعمال والحاجات دي. واعمال والكلام ده، اعتقد كان في ساحر بتاعهم ده موجود في الملعب، وكان يعني بيحمس الجماهير وكده، وكان ليه حركات معينه، بس انا مش متذكر قوي. انت ممكن تكون انا دخلت المداخله سريعه فما كنتش محضر قوي ذكرياتي في الماتش، انت ممكن تكون متذكر اكتر، لكن الامور دي كنا بنقابلها على طول في كل القاره الافريقيه، سواء مع ساحل العاج، سواء مع كوتوكو، سواء لما بتلعب في نيجيريا مع اي فرقه. هم مؤمنين قوي بحته بجزئيه الشعوذه وكده والسحر والحاجات دي. مباراه كانت صعبه جدا، لكن عملنا مباراه كبيره جدا جدا جدا، وجينا هنا طبعا المباراه النهائيه وسط 100,000 متفرج، قدرنا نكسب بضربه جزاء لعادل الرحمن. ايوه. وكانت مباراة كبيرة جدا لينا، يعني من احلى النهائيات اللي الواحد لعبها يعني. مين نجم البطولة من وجهة نظرك في فريق الاهلي يا كابتن اسامة؟ لا لا، هو كانوا كتير المميزين. يعني من حراسة المرمى في كابتن زهير، في كباتن كتيرة كانوا مميزين، في حسام حسن، في رمضان، في ايمن، في ياسر ريان، في هادي، يعني كان نجوم كتير. طبعا عمرو الحديدي
واعتقد ساعتها كان مشير يا عمرو، لا كابتن علاء عبد الصادق، وعلاء عبد الصادق، كابتن علاء عبد الصادق، ابراهيم حسن، جمال السيد، جمال السيد، يعني هي كل الفرقه الحمد لله كانت مليئه بالنجوم يعني. ايوه. لكن انا فاكر انه عبد الجليل السنه دي كان فايق فيها جدا، وعمل ماتشات كبيره زي معظم الفرقه يعني. صحيح. بشكرك كابتن اسامه، يعني وبما انه بطولات الاهلي ما بتخلص، هيبقى لينا قصه وحكايه ماتش معاك اكيد قريب. اكيد يعني انا طبعا سعيد جدا بوجود عمرو، من حبيبي يا كابتن، كانت مميزه جدا وعمل معانا مواسم جميله يعني وذكريات كتيره، وهو يقدر بقى يكلمك عن الماتش اكتر. اختبر الذاكره بتاعته يعني دلوقتي، ما تقلقش. انا بس دخلت في مداخله سريعه كده، انا خارج البيت يعني. نسعد بيك دايما كابتن اسامه للماتش. نسعد بيك دايما كابتن اسامه. الله يخليك، كل التحيه ليك كابتن اسامه عرابي. وقفنا عند نزلت الملعب والقصه، يمكن نفس السياق اللي بيجي فيه كابتن اسامه وسحر وشعوذه. واحنا نازلين هم الملعب عندهم بتنزل له ثلاث دور ونص قبل ما تخش على الملعب. الدور ونص كانوا ضابحين حاجات قدامنا. واحنا نازلين يعني. ايوه. فعادي. رعب وسسبنس. ما حدش تبص، ما تركزش. الحاجات اللي اتقالت. انت كمان مش متعود. يعني. بس الحاجات اللي اتقالت ادتك تفنس انك هتشوف ده. ده المعامله اللي انت بتقول عليها من شويه. بالظبط. حاجه لطيفه يعني. بالظبط كده. يعني واخدين بالهم عشان عارفين انه الماتش. اول ما نزل الملعب قلت لحضرتك على موضوع الحيوان اللي بيجري في الملعب، وهو لما يقع يقولوا انه هيجي هدف. نزل الكاهن بتاعهم. راجل عامل نفسه ريش، عباس بن فرناسي، كل ما يعمل بايديه كده الجماهير تهيص، صوت غير طبيعي. اتبسطنا قوي ان كابتن شوبير وهو ساعه الحكم ما بين النزول وبدايه المباراه ان احنا نلبس باللون الاحمر. انتوا ما كنتوش تعرفوا ان الاهلي لا احنا طبيعي ان احنا تملي بره. انت تملي لما بتروح الضيف بيلبس الزي بتاعه وصاحب الارض هو اللي بيغير. تمام. بدأنا المباراة قبل المباراة. لا تاني حتة دي، زمان كان لما تلعب انت بره ملعبك الفريق الضيف هو يلبس لبسه الاساسي، لبسه الطبيعي اللي معروف عنه، وفي ملعبك عكس دلوقتي. عكس دلوقتي. فبدأنا كابتن علاء قبل ما نبدأ قام جاي لي قال لي بص انت مالكش دعوة، شايف رقم 4 وشايف الاسمر ده، انت ما تخرجش بره الصندوق، ما تخرجش بره نقطة الجزاء. هم بيدوروا ويلعبوا في الحتة دي. قلت له خلاص ماشي تمام. بدأنا الماتش مع صفارة الحكم طبعا. رجليك شايلك؟ لا هي اهم حاجه عندي ان انا بقرا القران بتاعي وكل حاجه وجاهز، وعندي اهم حاجه عندي انا كعمر البدايه. أوكي. المبادره. بدل نفسي احساس ان انا اول كره عاليه. اول كره عاليه ما وصلش لغايه نصي، خدت الكره خلاص بقى، اللي ان شاء الله هلعب على مارادونا مش فارق معايا. انا خلاص خدت المبادره دي. مين اللي بيتكلم في الملعب؟ مين من لعيبه الاهلي بيتكلم؟ كابتن شوبير بيتكلم من ورا، الكابتن علاء اللي بيوجهنا احنا مع نص الملعب، الكابتن حسام الربط بينه وبين الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن شوبير، والكابتن اسامه في نص الملعب. بص ثلاث خطوط. أيوه. كابتن حسام والكابتن اسامه والكابتن علاء والكابتن شوبير. انت بتسمع للاهم واحد فيهم كابتن شوبير، فالاهم في التغطيه جمال، وفي الاهم في المان تو مان انت والكابتن علاء، وبتحصل تبادل ما بين الفرويدين مع بعض. والكابتن ابراهيم حسن انا معايا هو في ودني بيقول لي اول باول اعمل ايه. بالفعل اول 10 دقايق وقفنا صح، الكابتن علاء والكابتن جمال، اول ربع ساعه يعدوا، كابتن شوبير ما تقلقش زي ما انت، الكور العرضيه بتعامل معاها كويس، الكور الثابته كلهم بيمسكوا وانا بلعب عنها الكوره. دي لازم تبقى موجوده. تمام. في اذهان الناس. ان في حاجه ان انا هلعب من على واحد، لا. تمام. انا هلعب على الكوره. أوكي. مهما هتروح هم فين هشتغل انا. كلهم هيمسكوا، كابتن جمال هيمسك، كابتن ابراهيم، انت فري، ويوسف وجمال السيد، انا اللي هبقى فري وهلعب على الكوره. انا هتعامل مع الكوره فين وهروح لها. بالفعل مفيش حاجه. تعليمات هارس؟ لا. تعليمات الكابتن علاء والكابتن شوبير والكابتن ابراهيم حسن وجمال. ما فيهاش كلام. خلصنا بقى. لا الان هارس قال محاضرته خلاص. خلاص انت هتمسك وهتلعب مان، هما بيلعبوا باتنين فراوده، هتلعب انت والكابتن علاء عبد الصادق، جمال هيغطي عليكوا، انتوا لو هتلعبوا حابب بنزل انا والكابتن علاء بنتفق اتفاق. كابتن علاء مان ولا سلم واستلم؟ مان. خلاص يبقى سيب لي ده بتاعي طول الماتش. تمام. طلع بره دخل جوه انا معاه. خلاص 10 دقايق ربع ساعه احنا واقفين على رجلينا وماشيين كويس. تمام. سجال يعني خلاص مضغوطين. مش مضغوطين خالص. بننقل الكره. هي كوره من نص الملعب عملت باص ما بين الكابتن اسامه والكابتن عادل لعبد الجليل. عبد الجليل من دايره نص الملعب. أيوه. اشتغل كوتري. ايوه. واحد اتنين تلاته اربعه لعبد الجليل على 18. ايوه.
احنا هنقول لا هيسدد، يا اما هيكمل عبد الجليل في المراوغات والكره في رجليه اكثر من لعيب طبعا عالمي يعني. دي حاجه من المواهب الفذه اللي جت في تاريخ الكره في مصر. رونالدينهو ايوه عبد الجليل عدى في الاولى والثانيه، سهل عليه المساك وعمل تاكلينج بقى عبد الجليل الحر هو والجون. الليبرو طالع لعبد الجليل، عبد الجليل قام موجهها في البعيده جون. انت بقى في جونك في افريقيا بيديك انتعاش تاني خالص. الجون في يعني جون لسه ولغايه دلوقتي طبعا بره ارضك بهدفين. بص الراجل عمل تاكلنج عبد الجليل في البعيده جون. حتى حارس المرمى كان توقعاته ان هي خرجت. بص كان هارس قايل لكم انا عايز اطلع بالماتش ده ايه؟ ده الجول طبعا بتاع كابتن عبد الجليل. استغل كل هجماتي بايجابيه ومرماي ما يستقبلش حاجه. تمام. بص الاولاني اتزحلق والتاني اتزحلق. بص التالت خلاص عبد الجليل جون. احساسكم ايه لما الجون ده جه؟ لا 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 ما خلاص بقى قعدنا نجري وكانت حاجه. مين اللي كان جنبك او جريت فين ولا انا حضنت الكابتن جمال وعلاء عبد الصادق. حضنت الكابتن علاء، الكابتن علاء والكابتن جمال واحنا قاعدين. انت طبعا تغيير انت بس غير بس في نفس الوقت عارف بقى ما يبقى فيه توجيه بقى عام كبشوبير زي ما احنا ما فيش حاجه حصلت زي ما احنا زي ما يكون ما عملناش حاجه نبدا زي ما احنا بدانا في الاول. يعني الربع ساعه ولا تلت ساعه اللي عدت نبدا من الاول زي ما احنا. الدنيا توترت عندهم هم. لا لا ده توتر بقى غير طبيعي بقى التحامات. يعني يمكن اقول لك على حاجه دي برضو زي ما بيقولوا عليها ايه جوه اوضه اللبس بس. كابتن ابراهيم حسن ما كانش معلف فانيلة واحده عشان كان هذا حد في احد الماتشات بفانيلته. ايوه يعني راح السفريه دي معوش غير فانيلة واحده. الراجل اللي بيلعب اللي هو اخو يوسف فانا الرابعه احنا شفنا حاجه هنا في الحاجة. ضرب الكابتن ابراهيم حسن بضفره فتح الفانيله قميص. قميص. لا والله انت هات الملعب. هات شو هات في الملعب هات الصور واحنا واقفين ساعه السلام الجمهوري هوريك واحد هتبص طوله قد ايه. الفانيله بقت نصين. كابتن ابراهيم قام عامل لها كده سره وقام رابطها كده عقده على صدره. ما فيش مش هيلعب بفانيله ثانيه عشان الحكم موجود بيتكلم على الفانيله دي او عارف ان الرقم ده ابراهيم حسن. الماتش عدى عدى زي ما احنا الشوط الاولاني خلاص مفيش كهربا مفيش حاجه دخلت جوه الصندوق ما تعاملتش معاها. الكور الثابته انا بلعب حر. انا صائد رادار. الكره بتتعمل فين وانا بروح لها باجي من ابعد حته عشان اتعامل معاها. بس بتعامل معاها بذكاء ان انا ممكن اخبط في حد التحم في حاجه غلط اقدر الكره غلط. توقيتك وارتقائك للكره اكثر من طلعتوا من الملعب بعد الشوط الاول وانتوا داخلين اوضه اللبس بتقولوا لبعض ايه؟ لا مش بنقول. ألان هاريس انت بتتكلم عن واحد هو مش مصدق. هو بيشرح كابتن شوقي قاعد والكابتن شطه هم طبعا الاقرب للشرح. الراجل بيقول لكم زي ما انتم استغلوا فوقان عبد الجليل. عبد الجليل كان فايق قوي والكابتن حسام موقف خط ظهر افريكا سبورت بالكامل. محطه اقصى من رائع نجم كبير ما يتكررش. كابتن الكره المصريه ده فرود صحيح الواحد يعرف مزاجي شوف فراوده كتير بس فرود مكتمل بكل معاني الكلمه صحيح. في الكوره صحيح. حاجه تانية طبعا طبعا. نزلنا الشوط برضو الحيوان اللي بيلف حوالين الملعب ده حوالين التراك ويقع خلاص احنا ما عندناش مشكله مش قلقانين. الماتش برضو التحامات يعني فيها عنف وفيها التحامات اكتر من يعني فيها اصابات برضو زي ما احنا. بعد شويه او قبل ما الماتش ينتهي الخواجه عمل غيار كان بالنسبه لنا برضو مفاجاه. احمد عبد الفتاح مكان اعتقد في الوقت دوت كان ياسر ياسر ريان اعتقد لو الذاكره ما خانتنيش ان هو ما كانش مفهوم ياسر اتضرب جامد جدا. ياسر اتضرب في الماتش مش ممكن طبعا. الولد اللي بيلعب على ياسر طول ياسر ونفس السرعه بيلعب في منتخب غانا كان بيدور على ياسر للضرب بس. أي. التحاماته مع ياسر للاذى. يعني مثلا في كوره ياسر ريان برضو اللي ما شافوش نفاسه فيراري الراجل الطائر يعني. الراجل الطائر ياسر على الناحيه الشمال اللي ياخد الملعب من اول اخره واللي يلحقني مش عارف ما احنا ساعتها كان بيلعب كابتن اسامه قلب وعادل في نص الملعب في قلب وبيلعب لو 3 5 يبقى وياسر عبد الجليل وياسر يا اما اللي غير عبد الجليل يا اما اللي غير ياسر. كابتن ان كان زمان ولسه بقول لك وكابتن اسامه اكد ان الراجل كان بيلعب 3 5 1 1 هو يعني ده كان محترف في افريكا سبور اللي كان بيلعب على ياسر ولا كان في منتخب كوت ديفوار؟ انت قلت منتخب غانا. انا ياسر كان منتخب كوت ديفوار بس كان لعيب كويس قوي كان لعيب كويس قوي جدا بس نفسه طول ياسر عنيف. السرعه بقى مع بعض لما يجي يلتحم مع ياسر يحط ياسر في الاعلانات ياخد ياسر والكره في الاعلانات. فقعدنا كده فتره
لغايه اما بدانا وابتدينا نمسك كوره وانقل ما تقلقش وحضر وطلع الكوره من خط الظهر لنص الملعب ووزعه على الاطراف. اشتغلنا بنفس فكر الراجل. وما يجي لك لما جه بقى جون لما جه في الاواخر ما قلقناش برضو بعد مليون حاجه ومصمم. ويمكن حتى جمال التحم فيه واحده جامد جدا احمد وطاره، فجمال كان هيغير، فايوب اللي بيسخن، كابتن علاء هيلعب ليبرو وهلعب انا وايوب. قعدنا نعالج في جمال ان الوقت لسه حاجه بسيطه ونكمل زي ما احنا، عشان ايوب عقبال ما يخش في حماس المباراه ويخش في الجيم هياخد وقت. خرجنا من المباراه لبر الامان. الجون جه ازاي؟ انا مش فاكر الجون بتاعك. هي كوره عاليه، فكرني كده. كوره عاليه والتحام لينا. الكوره يعني المفروض تبقى فاول لينا، التحام جامد وحسبها هو ضربه جزاء. ان دي برضو لو الذاكره ما خانتنيش ان دي ضربه جزاء، واتشطت ضربه الجزاء وخلاص دخلت جول. خلاص ماتش خلاص. بس كان خلاص الوقت، احنا متابعين بره فاضل قد ايه. يمكن انا كنت رابط مع كان الكابتن رمضان بره وكابتن ايمن شاوي ومصطفى كمال. قد ايه قد ايه بعد ما طلعتوا الماتش واحد واحد بقى ايه الردود في الاوتيل مثلا في الطياره في الاوضه اوضه اللبس؟ مفيش. احنا عايزين يعني انتوا حاسين انه خلاص البطوله قربت. انا سمعت جمله، الجمله دي يعني زي ما بيقولوا عليها بنت حياه عمرو الحديدي. بنت حياه عمرو الحديدي. حياه عمرو الحديدي. ألان هارس بيقول للكابتن شطه لن اتخيل دفاع النادي الاهلي من غير الحديدي. وقبلها بشهر كان ألان هارس بيقول لي لو انا موجود كنت تحفظت على الشرا ليك. كنت تحفظت ان انا اجيبك النادي الاهلي. ايوه بص دي وبص دي. فانت حاجه من الاثنين، هتقول له وهتثبت له. ومجلس اداره كابتن طارق سليم، احنا ما طلبناش نبات، احنا قلنا احنا هنروح في نفس الوقت. احنا عايزين نروح احنا فرحانين على طول، مش عايزين نبيت، احنا عايزين نمشي. انتوا كنتوا بطياره خاصه ولا ايه؟ لا الكابتن طارق بقى، دي الجزء بتاع الكابتن طارق. كابتن طارق سليم، احنا عايزين نمشي وبس. احنا عايزين يعني مجرد وقت، في طياره جايه، احنا عايزين نرجع. ايوه مش عايزين نقعد. مش عايزين نقعد. الناس هناك قبل ضايقتكم او لا؟ لا 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 بالعكس. طالب. الناس عارفه ان هم جايين لنا. عكس الموسم اللي قبليه او البطوله اللي قبليه. انت اللي رايح لهم. ايوه. فالخواجه قال لك يا جماعه احنا هنبقى موجودين في الفندق. مفيش ما يروح. هم هو نفس المجموعه، هي اللي بتتمرن، هم اللي هيلعبوا الماتش النهائي هنا في مصر. انت عملت 50% من وجهه نظرك. ايوه. ومطلوب منك 120% اللي انت قدمت فيه اوراق اعتمادك للناس عشان تثبت للناس دي مش طفره مباراه وخلاص. طيب نشوف معاكم مباراه التتويج. تعالى كابتن عمرو بقى نعيش الناس اجواء فاينل 93 بطولة أفريقيا الأبطال الكؤوس هنا في القاهرة، مباراة العودة بعد ما سمعنا الحكاية مباراة الذهاب من كابتن عمرو الحديدي وانتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-1. تعالوا نفتكر كده بقى مع حضراتكم مباراة التتويج والفوز بالكاس الرابعة في تاريخ النادي الأهلي الأبطال الكؤوس. نشوف مع حضراتكم حكاية ماتش. طبعا دي لقطات من المباراة، ومباراة حلم طبعا بالنسبة للجيل اللي عاشها. كانت فرحة كبيرة جدا فوز الأهلي ببطولة أبطال كؤوس لرابع مرة في تاريخه، في الوقت ده كان رقم قياسي. مباراة كبيرة قدام فريق كبير الحقيقة. وأنا بشوف طبعا بفتكر أفريكا سبور، مش فاكر قوي، مش فاكر أسماء نجومه دلوقتي طبعا، بس لا يعني كان عندهم لعيب نص ملعب اسمه ألان سيرج ماجي، كان راح ريال مدريد بعد المباراة دي بشهر كده. الراجل ده كان بيخش غرفة الملابس عشان يشوف مع الحكم، كهو كابتن فريق أفريقيا سبور، الباسبورات. قعد يبص عليا، أنا مش موجود، أنا جوه، كابتن علاء شاكر بيعمل لي إيديا. قعد يبص أنا موجود ولا مش موجود، هو وأحمد بطارة. لغاية أما دخلت شافني. قال لك ده موجود، هو بتاع الماتش الأولاني أبو شنب. خليني أقول لك، 1-1 هناك تريح وتبسط. طبعا. لكن 0-0 هنا تقلق، يعني وانتوا بتديني المباراه حاله الاريحيه اللي انتوا نهيتوا بيها مباراه ابيدجان بتهيالي مش موجود. لا يعني هو في قلق من هو يسجل. كلام هارس. انا في اي وقت فراودتي لعبت نص ملعبي. احنا بنتكلم على نفس التشكيله كابتن، نفس التشكيل، مفيش تغيير. مفيش تغيير. هم اللي بدا بيه بدايه المباراه هناك، هم اللي هيبداوا. خط ظهره ملوش دعوه، مرمية ما يستقبلش هدف. ايوه. فراودتي نص ملعبي يروح للجون مره وعشرة ويضيع. انا مش مطلوب عندي ريسك او تغازل او تراجع. يعني قصه عندكم انتوا الماتشات اللي زي دي من وجهه نظري انا
حارس مرمى ولعيبه خط ظهر وديفندر. عادل كان شايل الحته دي، وانا بقول لك عادل كان يمكن مش باستمرار، عادل كان بيلعب طرف يعني كان بيلعب ناحيه اليمين ياسر عشان برضه انه راجل وظفه في مباراه زي دي، وظف عادل في الحته دي هو كابتن اسامه. انتوا تمسكوا قلب الملعب، هادي مش موجود خلاص الموضوع منتهي. لا هيلعب عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه عربي. ايوه عبد الجليل على اليمين وياسر ريان على الشمال. قصه الجول انت شايف طبعا المشهد من ورا يعني كاشف الملعب كله قدام. قصه الجون هي اتلعبت ثرو باس من كابتن اسامه للكابتن عبد الجليل ناحيه اليمين. فعبد الجليل وهو متطرف، عبد الجليل ليه تمويهه معينه، خد الراجل فخدمته بالترقيصه اللي عبد الجليل بيعملها، حركه عبد الجليل المشهوره. فعدى عبد الجليل بقى في الصندوق فعملها للكابتن حسام. الليبرو بتاعهم خد الكابتن حسام حضنه ونزل بيه، يعني ماسك كابتن حسام ونزل بيه. راحت لكابتن اسامه، كابتن اسامه قام رقص كابتن حسام واللي وقع وقام حاططها، ما اتحسبتش عم الحكم مصفر ضربه جزاء. ساب الادفانتج يعني بالظبط كده، اداك الفرصه. بس هي خلاص، هي احنا قلنا ضاعت فجاه. لقيناها حسب دخل كابتن عادل. كابتن عادل بهدوء عشان احنا رقم واحد اللي بيشوط هادي خشبه. هادي وبعد كده جمال يوسف، بعد كده بالترتيب بقى حسب اللي موجودين في الملعب. فالكابتن عادل خد الكوره وقعدوا فتره طويله يجي 7-8 دقايق. اول مباراه انت بالنسبه لك تلعب في وسط جمهور زي ده. ايوه يعني ابعد حاجه ان النادي الاهلي كان بيلاعب المحله في نهائي كاس مصر في استاد المقاولين، كانوا حوالي من 25 ل 28 الف بس. احنا هنا بنتكلم في الاستاد كله مقفول. ما شفتش الكلام ده الا 90 مصر والجزائر. ما شفتش كده تصفيات كاس العالم المؤهله لكاس العالم حسام حسن كده. ما شفتش. بص انت كان الاستاد مقفول، مقفول بمعنى كلمه مقفول. وطبعا كابتن صالح كان جه قعد معانا قبل المباراه في الفندق وقعد يتكلم قال لكم ايه كابتن صالح؟ كابتن صالح يعني كابتن صالح قليل الابتسامه، ما يضحكش لما يكون هو جد طول اغلب الوقت. انتوا وصلتوا خلصتوا شوط كبير من المباراه بنسبه 50%، بس انا عندي في حساباتي، انت بتتكلم مع رئيس نادي لاعب كوره، مش بتتكلم مع حد مش هيكلمك في كوره، هيكلمك في كوره. وخلي بالك وانت بترد هتقول ايه. كابتن صالح قاعد وعلى يمينه كابتن طارق اخوه والخواجه وكابتن شوقي وكابتن اكرامي. كابتن طارق في الوقت ده مدير كوره. كابتن طارق كان مدير كوره، كابتن شوقي وكابتن شطه وكابتن اكرامي قاعدين. فالكلام شدوا حيلكم المباراه، وارد ان الرئيس يجي رحمه الله عليه الرئيس حسني مبارك يبقى موجود. ممكن يجي من البدايه، ممكن يجي في منتصف المباراه، يجي على اواخر المباراه. توقعوا مصر كلها منتظراكم، ان الزمالك كان هيلعب بعدنا باسبوع او خمس ايام، فركزوا دي اول بطوله، منصه التتويج موجوده، انتوا هتبقوا في حته تانية، ركزوا. بالصفه الشخصيه بطوله ليا هتحسب، اول ليا سنه مع النادي الاهلي 93 94. مباراه افريكا سبور فيها كاس افريقيا اللي كان بعيد عن النادي الاهلي. بصفه عامه بتقول ألان هارس بصفه خاصه انا موجود، بصفه عامه بتقدم اوراق اعتمادك للنادي الاهلي، مجلس اداره ولاعيبه وجماهير. اللاعب رقم واحد هو الجماهير، اقتنعت انت خلاص الموضوع منتهي. ما اقتنعتش خلاص، انت الدرع اللي كان هيسندك وهيشيل من عليك اي حاجات انت مش موجود، مش موجود حواليك الدرع ده. الدرع ده هو جماهير النادي الاهلي. وفي الفعل يمكن الحكم وعلى ما الذاكره ما تخنيش كان اسمه تصفاي، وقعد لغايه الشوط الثاني للدقيقه 58. انت بتقول ايه لعبنا 58 دقيقه في الشوط الثاني؟ يعني احنا بنكون 45 وده زود 13 دقيقه. 13 دقيقه انت بقى بتتكلم الدقيقه بتعدي عليك وانت كسبان بماتش بتعدي عليك بشوط كامل. امتى بقى هيصفر؟ بعد ما جبت الجول كان في لا لا لا، كان زي ما احنا هم ابتدوا يضغطوا قوي واحنا ابتدينا ننقل، ويمكن عبد الجليل راح مرتين بس اول 10 دقائق ولا اول ثلث ساعه في الشوط الاولاني. اكتر لحظه حسيت بيها في انه في ريسك او في خطوره على الاهلي كانت امتى؟ في ال 13 دقيقة اللي حسب فيهم الإضافي لأن كلهم كانوا بيجوا جوه ال 18 عشان الكور العالية. طب أنا هلعب على مين وأسيب مين؟ قلت لهم ما تقلقوش. عارف الشحن والكلام اللي بيتقال من كابتن شوبير وكابتن علاء وكابتن إبراهيم حسن بيفوقك، يديك طاقة. بالظبط. احنا كنا بنقول إيه؟ عبد الجليل خليك أنت من فوق ما ترجعش، الباقي كله يرجع يمسك. برضه نفس الأسماء اللي بتتكلم في الملعب، كابتن أسامة وكابتن شوبير وكابتن علاء،
كابتن ابراهيم ده هنا طبعا قرايه الفاتحه ده قبل الماتش. لا ده قبل الماتش ده احنا بنقرا الفاتحه وكنا بنتكلم. كابتن شوبير برضو بعد قرايه الفاتحه كابتن الكبار في الفرقه دي كانوا كابتن علاء عبد الصادق. لا كان كابتن شوبير الاول بعدين كابتن اسامه وبعدين كابتن اسامه بعد كده كابتن علاء بعد كده كابتن ابراهيم وكابتن حسام. ده كده الكبار في بره كابتن رمضان وكابتن ايمن شوقي. ايوه ده كانت الكبار اللي موجوده في الفرقه. باقي كله بقى ياسر ويوسف وانا وعادل وعمر او الجيل اللي قبل الكبار اللي قبل الكبار يعني الكبار خلاص اللي بعديه يبقى عادل وعمر الله يرحمه احمد فهمي بعد كده انا هادي خشبة و... لا انا ويوسف الاول بعد كده ومشير طبعا وابو الدهب بعد كده يجي وليد وهادي واحمد عبد الفتاح ولا وايوب لسه هشام ما جه هشام جه بطوله عربيه هشام جه بطوله عربيه فاكر الماتش ده في الاستاد الرجاء البيضاوي حط صاروخ في هو هشام بص هشام من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر في نص الملعب تقدر توظفه وعجينه تشتغل بيها في اي مركز بيسدد برجليه الاثنين بيجيد التمركز مجهوده هايل كمان هو اصلا في فرقته بيلعب ديفندر اما مع النادي الاهلي كان بيلعب هاف قصاد الكابتن ابراهيم يعني بص الجبهه كابتن ابراهيم هو بيعمل التغطيه العكسيه يسدد تكالنج قلبه جامد في حاجات كده في لعيب نص الملعب المكتمل يعني تقول هشام تقول محمد شوقي تقول حسن عبد ربه الحاجات اللي فيها احمد حسن الحاجات اللي فيها لعيب مكتمل يعني صفر الحكم صفر كلمني الحكم. عن الاحساس انا ما جريتش انا قعدت مكاني كان في بكاء شديد وكان جمال قاعد يحضني قوي وكسبنا مبروك احنا هنطلع وهناخد خدنا بطوله افريقيا انت بتعيط يعني انا مش مصدق يمكن اول واحد كلمني وحضني كان بيكتب عني وانا في المحله الاستاذ جمال العاصي هو كان معايا وجود في الملعب جنبي ومبروك وعملت كل حاجه وحققت واستاذ اشرف الشامي في ناس معينه كانت معاك من ايام المحله انت احساسك كان ايه؟ لا ده حاجه تانية خالص يا احمد انت انت رجعتني لغايه 93 انت رجعتنا 27 سنه ولا 25 سنه نرجع نرجعك ونرجع جو طبعا زميلك في خط دفاع النادي الاهلي واحد من اكتر اللعيبه المتالقه مع الاهلي طبعا قبل ما يحترف بره كابتن يوسف كابتن محمد يوسف الو مساء الخير يا جو حبيبي يا محمد ازيك ابو حميد حبيب قلبي ازيك اخبارك ايه والله بنفتكر ذكريات حلوه كانت ناقصاك والله الايام الحلوه دي انا عايز امسي عليك طبعا يا ابو حميد وامسي على عمرو الحديدي حبيبي يا جو وكان المباراه دي 20 سنه دلوقتي ولا كام 30 تخيل 30 سنه لا يا جماعه انا المباراه دي انا ما لعبتش في المباراه دي كنت ماشي في قطاع النتيم في احمد يوسف مش محمد يوسف لا 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 الدنيا طارت بس ده طارت جامد قوي يعني بس احلى ايام والله يا يوسف احلى ايام واحلى ذكريات وجيل ما يتنسيش بصراحه يعني كل اللي احنا بنفتكره من النهارده في الملعب صحيح معايا كابتن عمرو الحديد يمكن قبلك كان معانا ودخلك كابتن اسامه كل اللي كانوا في الملعب نجوم كبار جدا 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 وشوف بتتكلم 30 سنه بس يعني بالنسبه لجماهير الاهلي كل الاسماء دي ما اتنستش لغايه النهارده وفاكرين لحظه بلحظه الانجازات اللي انتوا عملتوها هو البطوله دي جاي كانت جايه في الظروف ان احنا بقالنا سنتين بنخسر دوري وكان بعد كاس العالم الاهلي خسر 91 و92 ايوه البطولتين الدوري فطبعا دي كانت بدايه بقى دخول جيل جديد وطبعا انضمام عمرو الحديدي وانضمام بعد كده جمال السيد جمال السيد برده كان موجود تقريبا في البطوله دي انا مش متذكر قوي ايوه صح يا يوسف مظبوط لان لعبت انا وجمال وعمرو الحديدي ورا تقريبا لا انا وانت وجمال وكابتن علاء عبد الصادق وابراهيم حسن وعلاء عبد الصادق وابراهيم حسن خمسه صح فاللي انا عايز اقول لك ده البطوله دي كانت بدايه جيل اللي هو استمرنا بعد كده قعدنا حوالي 8 سنين او 7 سنين في فتره التسعينات بقى بناخد دوري وبطولات عربيه سوبر والنخبه وسوبر ونخبه وكده يعني لكن البطوله دي تحديدا يا يوسف ايه اللي ما تنسى يعني ايه الحاجه المواقف اللي ما تتنسيش فيها ايه الحاجات اللي حصلت او عدت عليك في مشوار الاهلي في البطوله دي مش ممكن ابدا تنساه جوه الملعب او بره الملعب بص يا سيدي انا اللي فاكره البطوله دي قوي ان انا لعبت
الماتشات بتاعتها كلها. خد بالي ان انا لعبت كان طبعا مختلفه عن زي دلوقتي ودوري مجموعات والكلام ده. أي. كانت عباره عن ذهاب وعوده وأطوار. يعني مثلا 64 32 16 8 4 يعني فاهم قصدي؟ كل دور ذهاب وعوده. كنت انت لما جم يوزعوا المكافئات في الاخر بعد ما خدنا البطوله خدت انا ايه؟ لان كنت لعبت الماتشات كلها. قال ده يوسف انا ما كنتش واخد بالي يعني انا كنت واخد لان البطوله انت عارف البطوله بتقعد تقريبا حوالي 10 اشهر. ايوه. فلقيت ان انا لعب الماتشات كلها. بس اكتر حاجه انا فاكرها كويس قوي مباراه افريكا سبورت في الذهاب. لا كلمني عن المكافاه الاول، انت خدتني في حته وبعد كده بتوهني. الحديدي هيقول لك بقى ليه. الحديدي ما شاء الله ذاكرته في الحاجات الماديه دي، هو راجل يعني عنده اهتمامات في الحته الماليه والحسابات. بس انا هقول لك على والله ما متذكر المكافاه كام. بس انا فاكر ان اعلى واحد خد النادي الاهلي عمل لنا مكافآت كويسه جدا. والمجلس الاعلى للشباب والرياضه، صح يا حبيبي؟ صح مظبوط. وزاره الشباب والرياضه برضه عملت لنا مكافاه. دكتور عبد المنعم عماره. وفاكر اكيد الحديد يكلمك على الخنزير بتاع ماتش العوده. خنزير، ما احنا والله كنا عايزين لسه كنت بساله شويه ايه نوع الحيوان، بس هو ما قدرش يعني يتعرف عليه او ما كانش متذكر قوي. ليه اسم اللي ذبح خنزير اللي كان بيجري في الملعب حاجه من نفس الفصيله بس ليها اسم. بص احنا نزلنا الملعب هناك ماتش الذهاب، يعني انا مش عارف احنا طلعنا ازاي من هناك. بس طبعا واحد واحد عبد الجليل تقريبا جاب الجون. ايوه. ومش عارف انا والله مش عارفين احنا طلعنا ازاي من الملعب هناك. اولا داخلين الملعب الاستاد متقفل، وبعدين الناس اللي بره قد اللي جوه في الاستاد، وبعدين ارهاب بقى غير عادي بقى، وجولنا الاوضه وعلى باب الاوضه مش عارف ذبحوا لنا واحنا نازلين داخلين الاوضه راحوا ذابحين خنزير. بص يعني اجواء غير، وبعدين تنزل الملعب تلاقي شويه واحد ساحر كده بتاعهم. ايوه كاهن. رعب. رعب غير عادي. بس الحمد لله قدرنا نطلع. طب ايه ذكرياتك مع هاريس؟ الان هاريس تفتكر ايه ليه في مشوار البطوله دي يا يوسف؟ الان هاريس كان، انت فاكر الان هاريس اساسا ولا سقط طبعاً من طبعا الان هاريس كان مساعد نيوبنهاكر في برشلونه قبل ما يجي لنا يمسك. الراجل الانجليزي ده من احسن المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي في فتره التسعينات. اول ما جه وعمرو حديدي فاكر لعبنا اربعه ورا. فلما لعب باربعه ورا كان اول مره بقى ايه نلعب باربعه فلات زي فرق اوروبا كده. ايوه يعني وحارس المرمى بيطلع يا كابتن شوبير ساعتها كان بيقوم بدور اللعب الحقيقي. يلعب ورا الديفنس. وبص يعني نقلنا نقله. وبعدين طبعا الاعلام تعرف طبعا الاهلي والاعلام قوي، فبداوا ينتقدوه. بس احنا كنا بنكسب كل المباريات، يعني احنا كل ثلاثه اربعه يعني كل المباريات بنجيب سكور لان كنا بنلعب اربعه ورا. ايوه. كان المنتشر في الفتره دي سردباكين وليبرو. فهو جه راح مغير وراح لعب باربعه. وألان هاريس من المدربين اللي عايز اقول لك يعني بيتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا جدا جدا، وفادنا بصراحه في طرق كتيره، في طرق لعب، لا فادنا فنيا بشكل كبير. يعني قعد سنتين معانا انا فاكر، عمل شغل كويس قوي معاه. حبيبي يا كابتن يوسف، بسعد دايما، انت عارف انت يعني معزتك كبيره جدا عندي، بسمع صوتك ببسط جدا. بشكرك شكرا حبيب. جزيلا شكرا يا يوسف حبيب. كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، واحد من الناس اللي انا حقيقه بحبهم جدا جدا الحقيقه. طبعا خليني اختم بقى معاك بلحظات التتويج. شعورك ايه وانت طالعين في المنصه؟ كان استلمتوا الكاس من الرئيس مبارك في الوقت ده الله يرحمه طبعا ويحسن اليه. احساسك وانت طالع تستلم كاس افريقيا ومنصه و100 الف في الاستاد ورئيس الدوله جاي؟ لسه بقول لحضرتك كانت هي اخر لقطه تشوف حد طالع يتوج. المجموعه اللي الاستاد كله كان متقفل، مباراه الجزائر ومصر. ايوه. كاس عالم اللي توصلك لكاس العالم. ايوه. انت طالع بقى الكبار بقى بالترتيب بقى كابتن شوبير وتنظيم، وهتشوف الرئيس، شفته في التلفزيون بس. ايوه. هيسلم على الرئيس.
دي طبعا تاني يوم المباراه والتتويج عناوين الصحافه. مبروك للاهلي يفوز بكاس افريقيا بعد غياب 7 سنوات. بعد غياب 7 سنوات اخرها كانت 86. شوبير نجم المباراه وخط الدفاع لاعب مباراه العمر. احنا ساعتها كان رئيس الوزراء استاذ عاطف صدقي. استاذ عاطف صدقي وساعتها وانا طالع فبيقول لي انت رقم تر 16. هو والله انا ما هو ما كانش حد شنبات غير عبد الجليل وانا. ايوه فانت بقى طالع بقى الريس وبيسلمك الميداليه صحيح وصوره وهو بيسلم علينا واحد واحد وبيبوسنا. ففي حاجات كده الصوره دي جابها لي احمد عبد الفتاح عمري ما هنسى تنساها الصوره دي. يعني انا دي معاك يا كابتن عمرو. المصورين كلهم بيصوروا. لا المصورين كلهم بيصوروا بس ان الصوره بتاعتك تبقى موجوده واحمد يجيبها لي من حد حبيبه. الصوره انا كبرتها وحطيتها عند والدي في المحل هو بيسلم عليا وبيعلي الميداليه وبيبوسني. دي في حته تانية بقى خالص. صحيح انت رئيس الجمهوريه اخر حد ممكن تتخيل ان هو يقابلك. وكان ساعتها وزير الشباب والرياضه عملنا حفله كبيره دكتور عبد المنعم عماره. مجموعه حاجات يعني كانت بدايه جيل فريق العمر او فريق الاحلام للنادي الاهلي من 93. احنا هنا 99 بكل انواع البطولات. ايوه خليني اقول بعد ما طلعتوا بقى بعد الحاله بتاعت الاستاد وبعد احتفلتوا ازاي مع بعض احساسكم تاني. هقول لك على احلى لقطه في اوضه اللبس. ايوه كابتن حسن نزل لنا سلمتوا الكاس وخدتوه معاكوا تحت في اوضه اللبس لفيتوا بيه طبعا في الملعب شويه وبعدين دخلنا في الاوضه. كابتن حسن نزل تحت يسلم علينا فالان هاريس قعد فبيقول له مستر حمدي. كابتن حسن كان بيحط السيجار هنا. مستر حمدي انا عايز حد يولع لي يعني. بص بقى خلاص اول بطوله ليه واول غايب عن النادي الاهلي. اول موسم ليه زي ما الاهلي جاب مجموعه اللعيبه في الانتقالات في وجود الكابتن انور سلامه وكابتن صلاح حسني وكابتن رمضان السيد. كان اول اتفاق مع خبير اجنبي يجي كان الان هاريس. حتى طور طريقه اللعب. انت كان لما يجي حد من على الطرف من ناحيه الوينج رايت يقول لك ما تخليهوش يعدي دخله جوه. تخيل اقفله بره ودخله جوه. فما هيخش جوه يبقى يوسف هيقابل مع يوسف هيقابل جمال هيقابل جمال هيقابل عمرو هيقابل عمرو هيقابل علاء عبد الصادق علاء هيقابل ابراهيم. بص الترحيل شكله عامل ازاي. مش انك تمشي من ناحيه الكورنر وتعمل سويرف معين او تعمل اوفر معين تتعامل معاه. لا قال لك انا مش عايز دي. ممكن السيد باك بتاعي ما يكونش جاهز. حارس مرماية مش متوقع دخله جوه عرضي وانت قابله. ايوه ويمكن يوسف اكد لحضرتك جه بعد يعني غياب زي ما كان كابتن يوسف بيقول كده. البطوله دي كانت غايبه بقى لها 7 سنين. الدوري كان غايب بقى له 2 سنين. ما عادش هاريس. ما هو هاريس قعد 93 94 94 95 جه هولمان. قبليه كان في مشكله كبيره ساعه وجود قبل ما يجي الكابتن انور يمسك بعد مايكل ايفرت. كان في مشاكل كتير مع مايكل ايفرت اللي هو كان ماسك المقاولين العرب. عمل مشاكل مع النادي الاهلي وكان النادي الاهلي ترتيبه في الجدول كان في حته بعيده. ما جه الكابتن انور الاهلي بقى مفنش تاني او تالت وفي كاس مصر خد البطوله من المحله. بعد كده السنتين اللي قعد معانا فيهم الان هاريس جه هولمان قعد سنتين وبعدين جه سوبل. يعني سنتين ما حدش كان بيطول. لا مش موضوع يطول. انت اتمرنت مع جانب كتير في انا اتمرنت مع الان هاريس. هاريس وهولمان فكر معين اشهر تمرينه ليه كنا بنتجنن لما يبقى هو فاكرها حاجه اسمها قاطره الموت. تلمس خطوط الملعب كلها سبرنت. تلمس خطوط الملعب كلها سبرنت يعني بالترتيب. لا ازاي معلش شرح ترتيب. من الكورنر للسته للكورنر لنقطه البلانتي للكورنر 18 كورنر نص الملعب من الكورنر للكورنر كل دي سبرنت رايح جاي. طب ليه طيب اخر كل اسبوع ما فيش طبعا في النص اخد بق ميه ولا اخد نفسي ولا انت هتعمل سبرنت وما يحفزك يقول لك فيها مكافئات وهتوصل بكام وفي ناس جايه ورانا وفي ناس شايله ناس اسرى وبيكملوا بيهم جري حاجات كتير صحيح. ولما جري بينا في احد الغابات في المانيا في ناس اتشالت. هولمان هو برضه هو احنا رحنا معاه المانيا ورحنا مع هولمان. شيل لعيبه مش قادره هي بتاعت مره واحده بس شيل الجزء ده. لا طبعا ايام ما تتنسيش ابدا. اكتر حاجه ما تتنسيش في البطوله دي من وجهه نظرك لقطه. هي لقطه كانت في عملوا لنا حفله كان بعد البطوله فرحنا تواجدنا في احد الاماكن. كان معانا رحمه الله عليه الاستاذ ابراهيم حجازي او سياده العميد ابراهيم حجازي وهو قاعد وبيكرمونا. فقالوا في تنبوله معانا هيتسحب فيها جوائز وكل واحد ونصيبه بس هياخدوا 2 من الاهلي و2 من الزمالك او 4 من الاهلي و4 من الزمالك على ما الذاكره تبقى حاضره معايا يعني.
الزمالك بعد الاهلي ما توج بالبطوله دي كسب باشانتي كوتوكو بضربات الجزاء وفاز بضربات الجزاء. احنا ساعتها قلنا كان قاعد جنبي جمال فملت على جمال. يا عم بقى كابتن جمال السيد، جمال السيد احنا قاعدين كده اهلي والجنب الثاني زمالك وهم بيسحبوا وهيقولوا الاسم، فبقول لي جمال يا عم هي معروفه الكبر بس عمرو الحديدي. قمت طالع خدت التلفزيون كابتن ايمن منصور مش فاكر من الاهلي كان معايا، بتهيألي جمال خد ساعه. كانت يعني حاجات ما تتنسيش في وسط كوكبه من العمالقه وكان موجود معانا ساعتها. لكن كوره جوه الملعب، لعيب لقطه في ماتش، في لقطات كده ما بتتنسيش. بص لقطه عمري ما هنساها ساعه ما كان الان سيرجيماجي واحمد وطاره بيشوفوا الباسبورات عشان نبتدي ننزل. ايوه بيدور عليا كابتن حسن قال لي بيدور عليك قاعد يبص العودة. في مباراه العوده هنا بيبص عليك. فانا لما خرجت من غرفه الطبيه كان نفسه ما يشوفكش في اليوم ده. لا انت مش عايزك تلعب الحاجات يعني. دي تشوفها مع مين؟ تدور على سيرد باك بيدور على فيرويد، مش بتدور على فيرويد بيدور على سيرد باك. يعني انا وبقى صاحبي بعدها يعني في الملعب هو عارفني وفاكر اسمي. يعني كان كله بيقول لي يا حديدي. يمكن وليد صلاح هو اللي كان بيدلعني يقول لي يا حدو. الحاجات دي في حاجات عمرك ما بتنساها في الملعب، ده اولها. في حاجات كتير قوي كانت على مستوى البطولات مش هتتنسي، لقطات من مذيع بتتقال، لقطات من لاعب من النجوم الكبيره على مستوى شمال افريقيا او افريقيا نفسها بيقول لك هو انت ايه لازقه، كلام كتير قوي. في ماتشات تانية كتير جدا يعني. نورتنا ونتمنى تكون قضينا معاك ذكريات حلوه، وقلنا قدينا فكره طبعا لجمهور الاهلي عن واحده من اهم الالقاب الافريقيه اللي حققها الاهلي في التسعينات مع جيل كبير، كابتن شوبير، كابتن رهيم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عبد الجليل، كابتن حسام، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد يوسف، كابتن ياسر ريان، وكابتن علاء عبد الصادق، وغيرهم طبعا من كتيبه الاهلي في الجيل الذهبي برضو الحقيقه في التسعينات. بشكرك كابتن عمرو حبيبي يا حميد. ويمكن يوسف كان لسه بيقول انا ماليش دعوه بالسن اللي هو قاله، هم كانوا 30 سنه ربنا يديله الصحه ويكرمه. احنا بنعتز واحنا بنفكر وبنشكر قناه النادي الاهلي والقائمين عليها انكم بتفكرونا ال 30 سنه على الشاشه اللي احنا شفناها من شويه. ده لسه الماتش ده كان هو اول امبارح ومش لسه من 30 سنه ولسه يعني احنا الذكريات كتير قوي وبطولات الاهلي ودولاب بطولاته مليان ما بينتهيش. كل يوم ثلاث معانا حكايه ماتش ومعانا قصه بطوله. يمكن الاسبوع اللي فات كان معانا النجم الكبير كابتن ماهر همام، كلمنا على بطوله 82، النهارده مع جيل كابتن عمرو الحديدي بطوله افريقيا 93، والثلاث اللي جاي ان شاء الله قصه جديده وحكايه ماتش جديد وبطوله جديده من بطولات النادي الاهلي. بشكركم على متابعه النهارده، تحياتي ليكم.